بعد ما بعنا الحمام اللي في السلاكه، الثمان اسوس اللي كانوا في الثمان عيون اللي هم دول، سكنت الحمام تاني من الحمام الشباب اللي في المكان التاني. وفي نفس الوقت اتصل بيا او كلمني الاخ محمد عيد من الشمارقه محافظه كفر الشيخ، متابع جيد للقناه، قال ان ابن عمه عايز الثمان اسوس دول، واتفقنا على السعر، وقال ان هو هيجي يستلم الحمام ده يوم الخميس ان شاء الله، هو النهارده، علشان محدش يقول ان الفيديو هو متكرر، لا، النهارده 15/2/2022، النهارده الثلاث، هو هيجي يوم الخميس ان شاء الله. هنعمل له الفيديو ده برضه عشان يشوف الحمام اللي هو هيستلمه. الحمام ده فيه لسه، هو كله يعتبر اول شغل له، في بعد واحد كان شغال في المكان الثاني وانا سكنته هنا، وفي لسه اول شغل له ما حصاش قبل كده، وفي محص في المكان يعني، وفي لسه عليه ايام ان هو يحصي. طيب هنشوف كل قص من دول ايه ظروفه وايه حكايته، ونقوله للمشتري بكل امانه علشان يعرف هو بيشتري ايه، وانت كمان تشوف الفيديو علشان تعرف لما تيجي تشتري حمام المفروض البائع يقول لك على ظروف الحمام ايه برضه بالظبط تشتري بالطريقه دي. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وتعالى نشوف اول قص معانا. نبدا من اليمين كده، هنشوف ده اول قص معانا. بسم الله ما شاء الله. النتايه واول شغلهم طبعا، لكن قدامها يومين ثلاثه وتبيض، اول بيض لهم خلاص، يبقى اول حصى للقص ده بعد يومين ثلاثه هو على وشك، ممكن بعد بكره او بعده. انا شايف ان تام طريه يعني خلاص، وهم متسكنين هنا في المكان ده بقالهم حوالي اسبوع، فان شاء الله خلاص يومين ثلاثه وتبيض. القص رقم 2 برضو اول شغله، بس ده ممكن اخد مثلا من اسبوع لعشر ايام. بسم الله ما شاء الله، تمام، يبقى ده القص التاني. طبعا كان بودي الديك اللي هو معاه زغليل ده، لكن للاسف مفيش حمام معاه زغليل في نفس الحجم ان انا انقل معاه زغليل، فهنسيب القص ده وهجيب لك قص تاني غيره برضو احسن منه، يبقى كده زي ما احنا 2. القص الثالث بسم الله ما شاء الله، محصي من يوم 2/2، تاريخه محصي 2/2، فانا هنقل الحصى بتاعه تحت حمام تاني محصي في نفس الوقت، يعني من الحمام الزاجل اللي عندي، وكل ده ان شاء الله هنسكن غيره ان شاء الله الناس اللي هي عايزه، عشان في حد كان من العاشر من رمضان كلمني ان هو عايز 8 اسوس برضه، معلش يعذرني، هنعمل حسابه في المره الجايه ان شاء الله. ده القص الرابع بسم الله ما شاء الله، رائد على بيض من يوم 5/2، نتام حصيه من يوم 5/2. الحمام كله هيبيض عندك على ما يتعود على المكان، بس انا بقول لك بوريك الحمام في السلكات عشان تكون مطمئن. من يوم 5/2، لكن كل الحمام ده حتى لو هو هيبيض عندك، اول ما لو عليها بيضه دلوقتي وهتبيضها عندك مش هترقد عليها، انا ممكن اديك بالحصى بتاعه لكن هو مش هيرقد عندك الا اذا اتعود على المكان، وهيتعود على المكان من 10 ل 15 يوم. لو نقلته لمكان تاني برضه في نفس البيت عندك برضه على ما يتعود للمكان هياخد الفتره دي ويبدا يحصي من جديد. يبقى ده القص الرابع. القص الخامس ده محصي يوم 12/2، تمام، لسه جديد خلاص، يبقى ده القص الخامس اهو بسم الله ما شاء الله. القص السادس بسم الله ما شاء الله، لسه الحصى بتاعه فائس النهارده، هسيب الزغاليل تحته لحد ساعه الاستلام، انقلهم تحت قص تاني او تحت قصين تانيين، احط زغلول يبقوا تلاتات تحت الحمام التاني اللي هو في المكان التاني او الحمام الزاجل، في حمام فائس النهارده برضو، بيض تاني فائس النهارده، هحط ده معاه، يبقى كده ستة، كده ست قصوص، تمام. لسه في بقى قصين اللي هو السابع والثامن زي ما حضرتك طلبت، هوريهم لك في المكان التاني. ده القص السابع بسم الله ما شاء الله، هيبقى اول شغله عندك باذن الله، برضو قريب ان شاء الله في خلال اسبوع، لكن برضو على ما يتعود على المكان عندك من 10 ل 15 يوم ان شاء الله كله يحص. ده القص الثامن بسم الله ما شاء الله، النتاية راقدة على الحصى،
وده دكرها. احنا بقينا بالليل اهو، بسم الله ما شاء الله المستوى واضح، ربنا يبارك ان شاء الله، ربنا يبارك للبائع والمشتري. طبعا الحصى بتاعها احنا بعنا الحمام اللي نقدر ننقل الحصى بتاعه او الزغاليل بتاعته، لكن غير كده مش هبيعه طبعا وارمي البيض او ارمي الزغاليل. طيب هيطلع واحد يقول لي يا عمي محدش بيبيع حمام لحم شغال او اي حمام شغال، اللي عنده حاجه شغاله مش هيبيعها. هقول له انا ببيع الحمام الشغال لان الناس هي عايزه الحمام الشغال، محدش عايز زغاليل، محدش عايز شباب، الناس كلها عايزه الحاجه مضمونه، عايز يشوف الحمام في السلاكه. فانا قلت ليه لا، ابيع له الحمام الشغال وانا عندي الشباب اهو، هسكن مكانهم باذن الله في خلال الاسبوع الجاي يكون السلاكه باذن الله تكون عمرانه تاني. ده حمام كله لسه شباب اهوت، كله على وش الشغل، وفي في المكان التاني كمان زغاليل احطها مكان دي لغايه ما تبقى شباب، ونشتغل بالطريقه دي نبيع الحمام الشغال من جوه السلاكه. ليه لا، طالما ان الزبون هيكون مرتاح واخد حاجه مضمونه انا ليه لا ما اعطلوش، وفي نفس الوقت هسكن مكانه وفي حمام اهو بسم الله ما شاء الله. هنشوف برضه اهو، الناس اللي مش مصدقه ان انا بحط تحت اللحم ثلاثه، هو ده معاه اهو ثلاث زغاليل. فيهم زاجل وفيهم لحم، ده لحم ده زاجل. اعذروني لان صوتي متغير، يعني كنت داخل في دور برد شديد جدا، ودعولي ان شاء الله بالشفاء وربنا يشفي كل مريض. Thank you.
لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.